شادي، يا ما قالوا لنا الكريبتو ملاذ آمن، اليوم ثبت العكس، شو القصة؟ العملات المشفرة دفعت ضريبة تواجدها أو افتتاح هذه الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي كانت الملاذ الوحيد للمتداولين لتسهيل أصولهم. هناك جانب جيد وجانب سيء. الجانب السيء دفعه المضاربون أو المتداولون الصغار، حيث تم تصفية مراكز أكثر من 273 ألف متداول. هذه الخسارة وصلت أو تجاوزت أكثر من مليار دولار. على الجانب الإيجابي هناك حيتان البيتكوين. خلال شهر يوليو الماضي قام الحيتان بشراء أكثر من 84 ألف عملة بيتكوين بقيمة 5 مليارات دولار. هذه النسبة كانت الأعلى خلال 10 أعوام، ولذلك هناك متداولين كبار يستفيدون من الأسعار المنخفضة، ومتداولين الصغار الذين يستخدمون المارجن أو الليفرج تريدينج هذول طبعا دفعوا نتيجة التراجعات الأخيرة. يعني باختصار، إذا عندي بيتكوين بيع ولا بنتظر؟ إذا كنت مستثمرا في البيتكوين فلا خوف عليك، يمكنك ربط أو ما يسمى بالستيكينج، سواء عملة البيتكوين أو عملة الإيثيريوم، ربطها والاستفادة تقليل حجم الخسائر التي تحدث، وقد تكون فرصة للشراء من مستويات 50 ألف أو ما دونها إذا ما وصلنا إليها مرة أخرى.